تواصل دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية برامجها الثقافية، إذ تنظم برنامجا ثقافيا بعنوان فعالية موسيقية بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة المتمثلة في تقديم مقطوعات موسيقية متنوعة. انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانسجاما مع جهود سموه في دعم المثقفين والمهتمين في المجال الأدبي والثقافي في دولة الإمارات وفي أنحاء الوطن العربي، دشنت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة فعاليات المجالس الأدبية بالمنطقة الشرقية بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة كلباء ونخبة من المهتمين في هذا المجال. طبعا دور دائرة الثقافة دور فاعل ودور واضح، أتقدم بالشكر إلى هذه الدائرة التي تنقل الفن الأصيل والفنون الأصيلة بأجمعها إلى الناس لكي يتعرفوا على هذه الفنون، وبخاصة المجلس الأدبي في مدينة كلباء. اليوم تعرفنا على الكمان وعلى الأورج وعلى القانون، والحقيقة ذكرتنا عازفة القانون بالأيام الطفولة وأيام الشباب، رجعتنا على الفنون الأصيلة التي يعني كانت تتناقلها الألسن ووسائل الإعلام في ذلك الوقت. أقيمت الفعالية في مجلس كلباء الأدبي واستهلت بعزف موسيقي منفرد بمشاركة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، قدمت خلالها معزوفات موسيقية متنوعة منها آلة الكمان وآلة البيانو وآلة القانون. وتأتي هذه الفعالية الموسيقية في إطار حرص دائرة الثقافة على تعزيز ودعم الحراك الثقافي وتقديم مجموعة من البرامج التي تساهم في نشر الوعي الثقافي في المجتمع. هذه الفعالية الموسيقية تأتي ضمن سلسلة فعاليات شهر سبتمبر التي تنظمها دائرة الثقافة وتجمع نخبة من المثقفين والمهتمين في المجال الثقافي والأدبي. اليوم شاركنا بافتتاح المجلس الأدبي في كلباء بمشاركة سمو الشيخ هيثم بن صقر القاسمي في هذا الافتتاح الجميل. شاركنا بمقطوعات موسيقية أنا وزملائي في أكاديمية الفجيرة، وذلك في بعض من المقطوعات، لأن الموسيقى هي غذاء الروح، هي جميلة، الموسيقى حياة تصل إلى جميع الناس.